راني باغي نرحني في 40 عام، راجلي ازماتيك لانه كتلتني القطره كتلتني ما نجمش وانا مريضه وفي حديده حياتي سبيطار سبيطارتني في 40 عام في دير فيرما. حنا قاطنين في حي الفوضوي حياة ريجنسي، رانا نعانوا اشد المعاناه، هذا مشكل ما بغاش يتعالج منذ زمن. وحنا رانا مرصوصين من الرصوص مرة عندنا من 2016 كي نروحوا نقراو كاع النوت صب علينا ما نقدوش قريب 8 تاع الناس نرقدوا في دار النوت صب علينا ما عندناش كيش نرقدوا نطلبوا من سيدي الوالي رحلنا الفوضوي تاع الريجانسي رانا طالبين سكنه ترطيح علينا هذه الخطره الحامله دخلت كاع علينا وزدنا سمعنا باللي غادي يهدونا وين نروحوا حنا ولادنا طالبين السكن في اقرب ما يمكن ورانا مغبنا وكاع اللي عنده فوضوي راه مغبون ونطلبوا من السلطات المحليه يشوفوا لنا حل اقرب ما يمكن رانا مغبنا.